يعني ايه ارتخاء صمام نشرحها، ويعني ايه نشاط غدة درقية نشرحه عشان نعرف ان مفيش علاقة بين الاتنين. على فكرة اول كلمة سمعتها في كلية الطب اللي انا بعتز جدا بيها، ولو اعيد لي الاختيار هختار كلية الطب رغم التعب اللي شفته في حياتي، قصر عيني. دخلنا اول كلمة سمعتها من استاذ فاضل قال medicine is not logic، الطب مش منطق، الطب مش منطق خالص. يا سعادة الباشا medicine is facts، الطب حقائق. فيبقى الطب اللي بياخد الطب على انه منطق غلطان غلطان، عمر الطب ما كان منطق، طب حقائق اتعلمناها في كتب وشفناها بعينينا في المرضى كده. لا علاقة بين ارتخاء الصمام وبين الغدة، يعني ده ما يعملش ده ولا ده يعمل ده، لكن نشاط الغدة ممكن يأثر على القلب، هو ده الكلام. نشاط الغدة الدرقية، وأني قلب؟ القلب المريض، القلب المريض يأثر عليه، يعني يفضحه، يبقى المرض ساكت كده ومش باين، لو حصل نشاط غدة درقية يظهر المرض.